بسم الله ولا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيقيه يوم الاربعاء ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 27/7/2022 وتعالوا نشوفوا اسعار العجم رجاله الفيوم الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا معلمي. محمود بتنجاني المعلم مين؟ محمود بتنجاني. محمود بتنجاني الله يبارك لك. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. تجاره معلمه ولا كان ايه؟ تجاره. طب تعرفوا باسمه؟ محمد عويس. المعلم محمد عويس الفيوم وتجار الفيوم الناس المحترمين اللي منورين في البحيره النهارده. الاسعار ايه يا معلم النهارده؟ المعلم حسن حسن ابو الفضل. المعلم حسن بكام يا معلم والله؟ نعم بكام الحته من دول؟ دي دوله؟ اه دول والله ب 48600. 48600 يا جماعه بسم الله ما شاء الله. عجميات طبعا ما كسروش حاجه. الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله. 48600 الله اكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الفيوم وتجار الفيوم الناس المحترمين اللي منورين في البحيره النهارده. انستوا ونورتوا في البحيره يا رجالي. الله يبارك لكم بسم الله ما شاء الله. طب ده العربيه جايه يا حسن. طب الثلاثة التانيين دول يا معلم عاملين كام؟ نعم التانيين دول؟ طلع نص 45 ونص و 48600. الله أكبر بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعة. الله أكبر الله أكبر بسم الله ما شاء الله. الله يقويكم ويعينكم بسم الله ما شاء الله. المعلم محمود محمد عويس. المعلم محمود محمد عويس. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجة يتواصل معاك برضه. ماشي. كام الرقم؟ 010 23 73 69 62 اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحكم ابيض والله يصلح حالكم وتوصلوا بالف سلامه يا رجالي. متشكرين جدا. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.